إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 4899 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عددك الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 1,124,986 حالة مؤكدة، بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليصل بذلك الإجمالي الوفيات بالمغرب إلى 15,300 حالة وفاة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 8,167 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 1,057,333 حالة شفاء. فجهة الرباط سلاح طرفي المقدمة وسجلات الرباط 222 حالة، قنيطرة 165 حالة، صخيرات تمارة 159 حالة، سيدي قاسم 140 حالة، سلاق 132 حالة وحالة وفاة واحدة، الخميسات 120 حالة، وسيدي سليمان 34 حالة. بينما متابعينا الكرام، الدار البيضاء 576 حالة و8 الوفيات، جديدة 70 حالة وحالة وفاة واحدة، نواصر 53 حالة، سطات 48 حالة وجوج الوفيات، محمدية 49 حالة، سيدي بنور 21 حالة، برشيد 11 حالة، بن سليمان كذلك 11 حالة، مديونة 3 حالات، فاس 315 حالة، مكناس 174 حالة وحالة وفاة واحدة، تازة 61 حالة، صفروق 58 حالة، تاونات 44 حالة وحالة وفاة واحدة، حاجب 36 حالة، مولاي يعقوب 26 حالة، إفران 16 حالة، بولمان 12 حالة. بينما متابعي الكرام، طنجة أصيلة 217 حالة وحالة وفاة واحدة، تطوان 86 حالة، طوان 86 حالة، شبشان 82 حالة، مضيق الفنادق 76 حالة، مضيق الفنادق 76 حالة، الحسيمة 48 حالة، وزان 46 حالة، العرائش 28 حالة، الفحص أنجرة 8 حالات. بينما وجدة 109 حالة، ناظور 97 حالة، بركان 92 حالة، تاورير 25 حالة، برسيف 13 حالة وحالة وفاة واحدة، فيقيق 12 حالة، والدريوش 10 حالات، جرادة 6 حالات، مراكش 121 حالة و3 الوفيات، أسفي 81 حالة، السويرة 43 حالة و2 الوفيات، قلعة السراغنة 40 حالة وحالة وفاة واحدة، الرحامنة 25 حالة، اليوسفية 25 حالة، شيشاوة 21 حالة، أكادير 180 حالة و5 الوفيات، إنزديان 81 حالة، تارودان 69 حالة، تيزنيت 53 حالة، شوكة إتباه 23 حالة، لاطا 2 الحالات، خنيفرة 90 حالة، حالة وفاة واحدة، بنملة 54 حالة، الفقيبنسة 43 حالة، خليبيوت 35 حالة، أزيدان 25 حالة، العيون 93 حالة، بوجدور 19 حالة، طرفاية 11 حالة، سمارة 10 حالات، الرشيدية 47 حالة، وجزائر 33 حالة، زاكورة 12 حالة، ميدل 12 حالة، تينغير 3 حالات، واد الذهب 68 حالة، قلميم 41 حالة، سيدي إفني 7 حالات، وطنطان 7 حالات، حالة وفاة واحدة، وأس الزاك 5 حالات. إذا متابعينا الكرام، المستفيدون من تلقيح الجرعة الأولى وصل العدد ديالهم 24,653,642 مستفيد، بينما المستفيدون بسبب الجرعة الثانية من تلقيح الجرعة ديالهم 23,071,933 مستفيد، بينما المستفيدون بسبب تلقيح الجرعة الثالثة وصل العدد ديالهم 4,358,840 حالة.
إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.